أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات الحدث، أقدمها لكم مباشرة من قناة المغاربية في لندن. إذن مرة أخرى نتحدث في الجزائر عن مشروع لقانون ميزانية تكميلي، وأيضا نتحدث مرة أخرى عن قرار للحكومة أو توجه للحكومة الجزائرية لطبع المزيد من النقود لمواجهة عجز كبير في الميزانية. قرار أثار الكثير من الجدل اليوم في الصحف الجزائرية وأسئلة إلى متى سيستمر هذا النهج في طبع النقود، والكل يلاحظ حسب هؤلاء الخبراء والمراقبين انعكاساته السريعة حول يعني على السوق الجزائرية من خلال قياسات للتضخم وكيف أثر ذلك على أيضا جيوب المواطنين من خلال قياس أيضا القدرة الشرائية للمواطن ونسبة قدرة الشراء القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. مشروع إعادة النظر في مشروع القانون قانون الميزانية التكميلي، هذا ما الحكومة هي بصدد البحث فيه، وهذا القانون بالذات أثار الكثير من الجدل، حيث يعني سجلت فيه الحكومة الكثير من الزيادات في الضرائب على المواطنين، وجاءت معلومات بعدها تقول بأن الرئيس بوتفليقة قد رفض هذه النسخة الأولى من قانون أو مشروع قانون الميزانية التكميلي، وطلب الحكومة بمراجعتها والتخفيف من هذه الضرائب. سنطرح بعض الأسئلة حول هذا الموضوع. الآن جاء هذا المشروع، لكن المشروع يقول بأنه نحن في حاجة إلى طبع المليارات من النقود. ينضم إلي عبر خدمة سكايب من كندا الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ العربي زويمية. أستاذ العربي زويمية، قبل أن ندخل معك في قضية يعني هذه الأرقام اللي مدتها الحكومة لكمية المليارات اللي تحتاجها حتى تقضي 6 أشهر الباقية، يعني وقع جدل حول قانون هذا المشروع، يعني مشروع قانون الميزانية. طبعا الأولى والنسخة الأولى أكيد أنك تابعتها، كانت فيها الكثير من الضرائب، ثم خرجت معلومات وصحف جزائرية صحف رسمية تقول بأن بوتفليقة رفض لكوبي الأولى، يعني النسخة الأولى، وطالبهم بإعادة النظر فيها لأنه فيها كثير من الضرائب على المواطنين. كيف نفهم يعني ما حدث حول هذه النسخة؟ أولا السلام عليك مازل فلك، ورمضان كريم سي سليم وللمشاهدين. ما هذه الطريقة معروفة، هذه ديما كاين بوتفليقة ديما هو اللي نوعا ما خير من الاخرين، نوعا ما سي لو ميم جروب اللي يدير ان بروجي، ومن بعد كي يشوف لو بروجي هذا يبريميديت لا بليسور ويجي بوتفليقه يدير هو نوعا ما الهيومانيست بالنسبه للشعب. هذه لا تكنيك نتاعو، سي تكنيك هيبوكريت كيما الامبرياليه اونتر غيمي، لي زونغلي ولي زاميريكان بومبارديو فرنسا، تلعبها ساعات بومباردي ساعه نوعا ما تهدر دير دي ديكلاراسيون، كي يضربوا ناس يجوا بار اكزومبل لي هولندي لي دانوا يديروا الفاس مال لهذوك لي بليسي كيما سراييفو. دونك سي اون بوليتيك ديبوكريت، فقط لازم تفهم برك لو شيما، سي اون بوليتيك ديبوكريت نوعا ما مرتبطه بميغالوماني، اي سي ان جو مش مليح في دوله، لان اولا انت تتصور ان هالغوفرنمون هذا ينتمي الى يعني نقولوا احنا حزب اخر، ورئيس الجمهوريه اعترض على ذلك، هذه هضره فارغه. سي ان جو، اللعبه الاساسيه فيه هو فقط انهم يريدون ان يحملوا هذا الشعب، يعني الشيء اللي داروه دو مال البلاد، الشيء اللي تلفوه، الشيء اللي فسدوه، الشيء اللي سرقوه، والشيء اللي دمروا به البلد، هذا هو يعني. دونك المواطن هو الذي سيتحمل كل أخطائهم وكل مصائبهم. طيب قضية مواجهة عز الميزانية، كنت تابعت أنا ما حدث هنا في بريطانيا على مستوى قرار الحكومة، وأيضا بالنسبة لما حدث في فرنسا، يعني زيادات في بعض الضرائب على قسيمة السيارات أو بعض الضرائب على السكن موجودة في هذه البلدان، وهي خطوة اقتصادية يعرفوها الناس، يعني حتى يواجهوا بعض الخلل في الميزانية.
في الجزائر ويحيى وجماعه قالوها بصراحه، يعني لماذا تعيبون علينا انه انا ربما البيرمي اللي يكون فيه ب 100,000 انا نديره ب 110,000 ما يضرش المواطن، لكن انا راح يفيد الخزينه لانه الخزينه عندها عجز، او الميزانيه عفوا فيها عجز. لا جوستومون هذا سي بيرتينون واش راك تقول انت، لان لا بروبورسيوناليتي دو لوغمونتاسيون دائما في لي بيجي. انا شويه جو سوي ديكوبي، انا منقطع نوعا ما على ليتيراتور الجيريان تاع لي كومبليمونتير، هذه محسوب راحت في عقليتي درك صاي 25 شويه ليترونجي بريسك، دونك راحت في عقليتي سكون ابل ان بيجي ريكتيفيكاتيف. يعني جينيرالمون كاين لو بيجي لي اون اكزرسيس نقول احنا لا لوا دو فينونس، وكاين ان بيجي ريكتيفيكاتيف. انا شي اللي نقول اخي فقط، لا بروبورسيوناليتي دو لوغمونتاسيون اللي تحدث فيها هذه الحكومه، اولا ديجا اللي ما على بالهمش باللي راهو بزاف ناس عندهم سيارات فرديه تاع عائله، يدي ولادو ليكول ويدي يوصل المراه تاعو ويدي للسبيطار، لان راك على بالك الوضعيه في الجزائر نوعا ما من ناحيه النقل سي تري ديفيسيل بارفوا، باش انت تكون عندك يعني تثيق في الترونسبور بوبليك، باش نفهموا مليح، يعني لا فواتور الي انديسبونسابل ولات فيتال حيويه في الجزائر. عندما تاتي انت الواحد البيرمي تزيد له يعني فقط لانه تزيد له بشكل يعني اربيتر استفزازي، فقط لان في عقليه الحكومه هذه، وخاصه لان ان يا با دو ديبا دو ديبا دو ديبا دو هو ستاندار، كاين عقليه كيبيسري في عقليته، واش هو في عقليته، في عقليته اي سون فو اي بير دي مو ايل فا نوعا ما اللي يشوف فيها كماليه. وفي عقليته الى 6 مليون دو فواتير في الجزائر، 6 ملايين بارك اوتوموبيل 6.5، كي طلع نتايا اونتر 2 و 4 شيفو يسلك مليون الماتريكولاسيون، يعني الكارت غريز وانتر 4 شيفو هذاك يسلك 16,000، ومول الكاميون يسلك 3 ملايين كل شهر. يا اخي كي تعمل انت 16,000 دينار على 6 ملايين، 16,000 دينار على 6 ملايين سياره تعطيك دي مونتون كولوسو. اللي يحب فيها فقط انه في فلسفته يذهب الى اماكن فقط لي باش يجيب لارجون بور كومبونسي سكيلا اسكيلا بيردي ولا سكيلا مال جيري. اوكي استاذ العربي، انا ينضم الي استاذ جامعي من الجزائر. قبل ما نروح ليه، انت هدرت على قضيه يعني الميزانيه التكميليه او قانون الميزانيه التكميليه او ريكتيفيكاتيف، يعني لتصحيح بعض الاختلالات اللي مرتبطه بتقلبات السوق او صعود او نزول لبعض المؤشرات الاقتصاديه. لكن هل في كل دول، هل في كندا مثلا كل عام هناك قانون ماليه تكميلي ريكتيفيكاتيف؟ يقدر يكون بيان سور، يقدر يكون لان ليكزرسيس نوعا ما وكانك تو بريفي كلكو شوز، مي اون كور ديكزرسيس نوعا ما فربما كيما تلاحظ لو بيجي كومبليمونتير تاع الجزائر كاين رالونج يرالونج مينيستر دو ديفونس يرالونج نوعا ما، فلربما كاين ان مونطون ولا من ديك ني جابوه ولا سي با اون فونكسيون دي تاكس، هذوما كاين دي رالونج، كاين نوعا ما لا ريكتيفيكاسيون توقع نوعا ما في ليكزرسيس، في ليكزرسيس من حيث ان فقط تفتح لك الباب في حال ان وضعيه مثلا وقعت ما في البلد وقعت ما في البلد ما تطورتش ولا تطورت، سواء السي لا فيري ليبربول على فيري فير لو بوزيتيف او لو نيجاتيف، اون فونكسيون سا تو ابورت ان ريكتيفيكاتيف او بيدجي كو لي انت درتو قبل ما تبدا العام. يعني مش يعني حاجه فوزافي لا فرونس، لا فرونس ا 3 لا لوا دو فينونس وعندها لوا لوا ريكتيفيكاتيف ولوا دو ريغلومون، دونك الا تروا لوا جينيرالمون. لو ماروك اوسي جو بونس لا تونيزي ايسي سي با ان بروبليم، هذوما يعني من ناحيه المبدا، ولكن ماذا يحدث في هالكومبليمونتير اللي جا هذايا، فقط نحوسوا نفهموا اكزاكتومون في عقليه هالدوله هذه اللي مشي حشمه على روحها وقاعده اي واضحه اللعبه، سو سون لي الجزائريين كي فون بيي هذا ما كان. تري سينضم إلي سعود إليك أستاذ العربي زميلي، ينضم إلي الأستاذ حميد علوان الأستاذ الجامعي المتخصص في الاقتصاد معي عبر الهاتف من الجزائر. نتحدث عن قانون الميزانية، الجدل اللي وقع فيه ضرائب كثيرة يعني، وكان هناك تدخل وتمت مراجعتها الآن. الآن الحكومة راح تقول بلي عندي عجز كبير في الميزانية ولازمني طبع المليارات من النقود. هذا التوجه في كل مرة تكون عندنا عجز روحوا لطبع النقود، هل فيه ما يسمى تبرير اقتصادي ليه غير اللي قدمته الحكومة طبعا يعني؟ شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خليني نقول لك سيدي الفاضل بان الان لما نتكلموا على بلون شابيه او على طبع النقود او ما يسمى بطبع النقود في علم الاقتصاد هي معمول به يعني في مختلف الانظمه الاقتصاديه الموجوده عبر العالم، دول العالم كلها معموله، لكن هناك شروط وهذا ما تطرق اليه معظم الخبراء الاقتصاديين سواء كانوا جزائريين او محللين اجانب، لان الجزائر الان في وضعيه ربما هذه الوضعيه حاله خاصه، انهيار اسعار البترول، العجز اللي موجود سنويا واللي هو عجز كبير، عدم وجود السيوله في البنوك واستعمالها في إعادة تمويل الاقتصاد الجزائري، هو ما أدى ربما بالحكومة الحالية حكومة إعياء إلى الحل الأمثل وهو تمويل الاقتصاد عن طريق طبع النقود، رغم أن تمويل الاقتصاد في الظروف العادية يكون عبر حلول أخرى وهي الضرائب، الاحتياط العائلي والحكومي والمؤسسات، بما أن احتياطاتنا يعني هي ضعيفة جدا، حتى الاحتياطات العائلية غير مستعملة في توظيفها في الاقتصاد الدورة الاقتصادية الجزائرية، نظرا كذلك لطبيعة الاقتصاد الموجود الآن نعاني، الجزائر تعاني ككل الدول المتخلفة ربما بحالة خاصة أكثر بكثير يعني من بعض الدول التي توجهت إلى التمويل عن طريق ما يسمى السوق المالي. الآن الجزائر هي تمول عن طريق الاستدانة البنكية، لما نلجأ إلى مثل هذه القرارات تتحمل الحكومة يعني العواقب اللي راح تكون، والعواقب اذا كانت راح تكون سلبيه بطبيعه الحال. نعم. لان ما فيش طيب لو تعطي يعني لما تقول هناك عواقب، احنا حكينا في هذا الموضوع كثير في قناه المغاربيه وكنت ضيفنا من قبل، لكن للتذكير يعني اذا استمر هذا الحال لمده سنتين او ثلاثه وما لقاتش الحكومه اي موارد اخرى لتمويل الخزينه العموميه الا تروح انه تطبع النقود، ما هو اهم خطر ربما يهدد الأمن يعني الأمن الاقتصادي في البلد في نظرك؟ شوف خليني نقول لك بأنه بعدين راح يكون هناك بشكل آخر قيمة العملة الجزائرية تصبح ما عندهاش قيمة، لأن ما فيش ما يقابل طبع هذه النقود من سلع وخدمات منتجة محليا، ومن ثم راح تظهر معدلات التضخم ربما تؤدي الدورة الاقتصادية إلى عدم الاستثمار المنتج والذي يخلق مناصب العمل، وهذا كله يؤدي إلى ما يسمى اقتصاد الركود الاقتصادي، ولما نوصل إلى الركود الاقتصادي راح ندخل في دوامة أخرى أن الجزائر يجب عليها أن تتوجه إلى المنظمات الدولية المالية مثل البنك العالمي، الصندوق الدولي، وما يسمى بالاستدانة الخارجية، لأن طبع النقود في مراحل طويلة يعني إلى فترات كبيرة راح يؤدي إلى الآثار السلبية اللي تكلمنا عليها، واللي قلت لك معدل التضخم، قيمة العملة، أن الاقتصاد راح يؤدي إلى ما يسمى دورة راكدة اقتصادية، ومن ثم لا يمكن أن نخلق ما يسمى بالقيمة المضافة وخلق الثروة والتي تؤدي إلى القيمة أنها تصبح عندها عملتنا عندها قيمة. وعلى هذا لو كانت تستمر هذه المصيبة، خليني نسميها مصيبة، لو كانت تستمر هذه المصيبة إلى فترات طويلة راح ندخل في دوامة أخرى. هذه طيب أستاذ حميد يعني كاين شيء، لأن في نهاية المطاف هذه الاستدانة تبقى هي استدانة إلى مراحل أخرى على الأجيال، لأن البنك المركزي سيطالب الخزينة العمومية باسترجاع هذه الأموال، وإلا ما قلت ما ليح من عقبة. طيب سيد حميد، لفت انتباهي يعني تقرير كنت أقرأه الآن حول توقعات الحكومة يعني قضية هذه يعني هذا القانون المالي التكميلي وما يأتي فيه من تصحيحات، يعني قاعد نحوس الكلمة يعني ريكتيفيكاتيف، يعني بعض التصحيحات لتوقعات الحكومة. لما حطوا مشروع الميزانية كانوا يتوقعون جباية بترولية أقل من ما هي عليه، يعني لأنه الجباية البترولية في تصاعد، يعني أسعار البترول في الأسواق الدولية هي في تصاعد منذ أن بدأ التفكير في وضع قانون المالية لهذه السنة. كيف ممكن أن نفهم أنه كانت التوقعات منخفضة؟ يعني نعطيك مثال، يعني إذا قدرت أنت الميزانية على سعر مرجعي 40 أو 50 دولار أو 30 دولار، ثم أسعار البترول تكون طلعت ل 60 أو 70 أو 80، كيف ممكن يحدث لك عجز في الميزانية بهذه الأرقام؟ يعني اللي يتحدث عليها الحكومة يتحدث على 235 مليار سنتيم تحتاجها الآن حتى تمشي الأمور 6 شهور. طبعا
طبعاً هو الآن لما نقول الحكومة توجهت إلى بعض الإصلاحات ورفع بعض الضرائب وكذا، وانت عندك يعني مقاربة أخرى هو أن الدولة الجزائرية بنات الميزانية التجهيز وميزانية التسيير للدولة الجزائرية على أساس 50 دولار، الآن نتكلم على 80 دولار، لكن لا يخفى عليك يا سيدي الفاضل في اقتصاد تداول فيه أكثر من 40 مليار دولار في اقتصاد غير رسمي، معناتها الاقتصاد هذا الغير رسمي معلوماتنا دائما تكون مغلوطة لأن هذه المعلومات غير رسمية. صحيح. ويتم ما يتداول من معلومات يؤدي بالضرورة إلى الخطأ فيما يسمى في تقدير الميزانية السنوية للدولة الجزائرية. جميل. من سواء مشاريع استثمارية أو تسيير، لأن في نهاية المطاف هو الناتج اللي راح نوصلوا ليه أن الآن العجز موجود، لكن هذه الظروف ستؤدي بالضرورة إلى أن الدولة الجزائرية حتى الآن بعض الضرائب اللي رفعتها الدولة الجزائرية ما تعادل إلا 8% من العجز الموجود، يعني لا حدث. ولكن في نهاية المطاف ما هو دليل قوي على أن معلوماتنا مغلوطة؟ أن دائما نتكلم على البيات على البيلون كومبليمونتير، وهذا غير موجود في الدول المتقدمة إلا في الدول المتخلفة، والجزائر من بين هذه الدول. الآن لما أنت تدير يعني ميزانية تعتمد ميزانية سنوية، بعدين في كل مرة تجي تصححها بأموال أخرى، وكأن التقدير اللي وضعته هو تقدير مغلوط، ولهذا يجب عليك أن تتوجه إلى ميزانية تكميلية أخرى، وهو دليل آخر على الاقتصاد الجزائري غير مبني. وهذه نقطة مليحة، أنا يعني هذه نقطة مليحة أشرت لها، يعني مهم جدا أن التفريق بين يعني تصحيح الميزانية اللي يعتمدوها كل الدول، يعني اللي قال عليها السي العربي، وبين كل مرة جيب قانون مالية تكميلي ضخ فيه مليارات لمليارات استهلكت بطريقة ربما لا واحد قادر يراقبها، يعني لا البرلمان ولا عندها ربما ما يسمى بالتبريرات اقتصادية. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ حميد علوان على هذه الشروحات. أذكر بأنك الأستاذ الجامعي المتخصص في الاقتصاد، كنت ضيفنا عبر هاتف من الجزائر. مشاهدي الأعزاء، نتابع هذا التقرير ونواصل النقاط في بعض المحاور حول هذا الموضوع. مرة أخرى تلجأ السلطات الجزائرية إلى طبع مزيد من الأوراق المالية لتدارك أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد. جولة ثانية من إجراءات تمويلية يحذر الخبراء من خطورتها على القدرة الشرائية، ومن ثم على السلم والاستقرار الاجتماعيين. فالجولة الأولى من الاستدانة المحلية لم تنقذ حكومة أبو يحيى من كماشة تآكل احتياطات الصرف وانهيار أسعار النفط. بحسب خبراء محليين ودوليين، فإن غياب الرؤية واضح جدا في إجراءات أبو يحيى لمواجهة الأزمة، خطوة نحو المجهول تكشف عن تخبط سياسي على أمل تحسن سعر النفط في السوق الدولية. لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، خزينة البلاد تحتاج إلى تمويل بملايير الدولارات، ما يعني أن الاستدانة الخارجية هي الحل الوحيد ما لم ترتفع أسعار النفط. أما الاعتماد على التمويل الداخلي برفع الأسعار وفرض الضرائب فهي حلول قد تأتي بنتائج عكسية من تضخم وارتفاع معدلات الفقر وضرب الاستقرار الاجتماعي. تأثيرات الأزمة المالية بدأت تظهر جلياً وبشكل متفاقم بعد أكثر من 3 سنوات من انهيار أسعار النفط وتآكل احتياطات الصرف. من دون الأموال لن تكون هناك مشاريع تدشن، وفي دولة تعود فيها ملكية الاقتصاد للدولة بأكثر من 80%، يعني عدم تدشين مشاريع جديدة تراكم أعداد البطالين وتضاعفها وتدهور القدرة الشرائية وتفاقم الأزمات الاجتماعية الأخرى المرتبطة بالسكن والصحة والتعليم والفقر. أما الكابوس الذي تخشاه السلطة هو خروج موجة احتجاجات اجتماعية قد تقلب الطاولة على رؤوس الجميع. أستاذ العربي زويمية، توضيح فقط في قضية التفريقة، لأنه يعني بالنسبة لي هذا موضوع مهم جدا، يعني ومثار كثير من الجدل، يعني التفريقة بين هذه الميزانية التصحيحية والميزانية التكميلية في ميزانية أو في برنامج حكومة سنوي اللي تأكل مليارات أخرى. يعني الآن ذوك الحكومة اللي تقول لك بلي نحتاج 235 مليار سنتيم بان عقب 6 شهور،
الملاحظة الأولى اللي جبتها من التقرير اللي كنت نقرأ فيه نشرته صحيفة شروق اليومي، أنه هناك نقص الجباية البترولية، لكن الملاحظة أنه أسعار البترول كانت في تصاعد والآن رايح في 80 دولار للبرميل. يعني كيف يحصل مشكل كبير في الميزانية بمعطيات بترولية بهالشكل؟ برك أخويا سليم باش نتفهموا مليح، في فضاء إعلامي أنت يا صحافي تجيب للسؤال دينوميناتور كومات مثل الشعب تري بيان، وكاين صحافي سبيسياليست دونك سبيسياليست سا سوزونتون سبيسياليست في موضوع ما طول الوقت يترافاي سو الموضوع. نقولوا حنا بعقبه يخدم يكون سبيسياليست بحكم لي زاني تاعو يخدم سبيسياليست في عاد كاين اناليست. انا نقدر نجيب لاكاديميك ان بو اي ريزونمون بوبولير اناليست بلوري ديسيبلينير، ولكن كاين ان سبيسياليست ليكسبير ديما عنده اون بوزيسيون بريبونديرونت كو سوا في الماده الاعلاميه ولا القضائيه ولا البرلمانيه. لامباكت اكزاكتومون خاطرها انا ما عنديش معلومات كبيره اكزاكتومون حتى بار كي بي كوا كي بي كي وقت في الوقت لانسيدونس ديريكت على اسمه بين الاسعار وبين لو بيدجي. طيب هذه ملاحظه كي نقولوا نعم هذه ملاحظه في محلها، هذه ملاحظه في محلها يعني الطايمين قال طلعوا احنا نشوفوا فيها من حيث داروا لافير تاع ايران طلعت 80 اي سو بوست ني استان غونفلمون اون بو شوتي توجور ايتي بتاتر لان لو دونجي قائم تاع البترول لي فو با سوفي سي دي كونسيدراسيون جيو استراتيجيك مش اكثر للعبه في لو بري. دوك الامباكت نتاعها قال هاي بدات هاي 80 دولار بدات نوعا ما تقدر توصل ميزان مي كونتيسك جو نو بو با تو دير سا باسكو لو تايميك جو لو ميتريز با. الشيء اللي نقول اخي فقط ان نفس العقليه تاع لو بوفوار هذا، وانا اتمنى ان يرحل ان يا مون سوي سي كيل بارت كامل لانه تلف الوقت تاع البلاد فقط. البارت لازم تجي يجي جنس اخر في الجزائر، جنس اخر يهدر زي اخر ويخدم زي اخر ويكون ابديت مع العالم هذا با هل الاركيولوجي اللي حكمه البلاد هذه. لانك فقط كي تشوف ناس يعني حس تاع دوله كامله، شوف الفلسفه حس ومنهجيه تاع دوله كامله، دوله كامله فيها 40 مليون بشر وفيها 2 مليون 300 مفوكاليزيين على 3 بوان البرمي ولي ماتريكولاسيون ولي كاميون ويرجع التيفيا للسمو يعني او فونكسيون هذه هي يعني اون رياليتي. كي عندما تختزل في دوله لي ريكتيفيكاتيف ولا لا كومبليمونتاريتي في ان بيجي كومبليمونتير لا لوا هذه كومبليمونتير هذه ولا تذهب ابدا، لم ياتوا يوما واحدا وقالوا صنعنا حاجه تقدر على الاقل تجيب لنا دي بوست دومبلوا ولا تقدر تحل لنا مشكل. جامي 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 ديما سوف وسوف وسوف ونصح او ميم طون هم يديروا سكون. جميل وجميل ايضا نعم وجميل ايضا يعني التوضيح تاعك سي استاذ العربي حول قضيه ما يكتبه الان كثير من الصحفيين المختصين في الاقتصاد، يعني ربط العلاقة أنه البترول طلع وكان يطلع خلال السنة من 50-55-60 حتى وصل 80، وقضية الانعكاسات يعني الامباكت ديركت متى يحصل في خزينة الدولة، يعني ما نعرفوش احنا في النهاية، وبالتالي ما نعرفوش كيف يؤثر مباشرة على الميزانية. ملاحظة في محلها نشكرك عليها. ينضم إلي الدكتور عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم عبر هاتف من الجزائر. دكتور عبد الرزاق أرحب بك في هذه الحلقة، وقد يعني أستضيفك كثيرا بصفتك مهتم بقضايا الاقتصاد بتجارب في تركيا في ماليزيا وأيضا في تجارب الدول التي استطاعت أن تخرج من دائرة ربما يعني الدوران في الحلقة المفرغة للبحث عن التنمية أكثر من صفتك رئيس حركة مجتمع السلم. عندما تتحدث الحكومة عن إرادة طبع مليارات من الدينارات في الجزائر لسد عجز في الميزانية، ما هو تعليق المراقب للوضع أكثر من سياسي؟ يعني ألو السلام عليكم، تحية طيبة رمضان كريم وتقبل الله منكم. الحق أنا لم أسمع السؤال جيدا لأن الصوت متقطع جدا يعني، ولست أدري إن كنت تسمعني جيدا. أنا أسمعك بشكل جيد يعني سمعت بشكل عام الحديث عن الميزانية يعني وعن طبع النقود يعني لابلوشابيي الإصدار النقدي،
هو في الحقيقة يعني اللجوء إلى الميزانية التكميلية هو سببه يعني معروف معلوم، هو أن البريفيزيون تاع ميزانية 2018 يعني كلها لم تتحقق، ووجدت الدولة نفسها في اضطرابات يعني ميزانية كبيرة. يعني القانون المالي كان قد توقع أن النمو يكون في حدود 4%، ولكن للأسف الشديد هو اليوم 1.7% فقط، يعني وهناك يعني تراجع كبير يعني في على مستوى البترول يعني بناقص يعني 9% في الصادرات، وبالنسبه للغاز ناقص 10%. فلا يزال الاقتصاد الوطني يعيش يعني ازمه هيكليه كبيره جدا. وللاسف الشديد نحن اليوم نقرا يعني الارقام التي صدرت من الحكومه التي هي يعني ارقام يعني مخيفه يعني ومحيره في الزمن الذي ارتفع فيه اسعار البترول، مما يؤكد ما كنا نقوله في كل وقت يعني بان الازمه الاقتصاديه الجزائريه لا علاقه لها بشكل اساسي باسعار البترول، ولكن المشكله الاساسيه هو ان الاقتصاد الوطني مرتبط ارتباط كلي بمداخيل المحروقات، وازمه المحروقات هي قبل ان نتحدث عن اسعار البترول لها علاقه اولا بتراجع الانتاج، تراجع الانتاج يعني منذ 2006، وقد تاكد يعني الارقام اليوم التي اصدرتها الحكومه تؤكد على هذا، ناقص 9% بالنسبه للبترول، ناقص 10% بالنسبه للغاز. يعني دكتور عبد الرزاق، يعني هل افهم يعني من كلامك انه وصول دكتور عبد الرزاق، هل افهم من كلامك انه وصول اسعار البترول الى 80 وربما 90 لا يحل اشكاليات ماليه بالنسبه للحكومه واشكاليات اقتصاديه بالنسبه للحكومه؟ لا ابدا، لان مشكلتنا نحن في المداخيل، يعني تراجع المداخيل له علاقه كبيره بشكل اساسي قبل الحديث على اسعار البترول، التي بكل تاكيد لها تاثير، ولكن تاتي الان، ولكن التاثير الهيكلي الجوهري له علاقه اولا بتراجع الانتاج، وثانيا بشكل اخطر بارتفاع الاستهلاك المحلي. نحن نستهلك 47% من الغاز الذي ننتجه، وبالتالي ما بقي لنا مما نصدره في الأسواق العالمية قليل جدا، وكل المؤشرات تقول بأن في حدود 2025 يعني لن نجد هناك ما يكفي لبيع البترول في الأسواق الخارجية، وفي حدود 2030 سيكون مشكل كبير جدا في تصدير الغاز. فإذا مشكل الجزائر مشكل عويص وكبير، ولا يحله إلا التنمية الاقتصادية، لا تحله إلا الإنتاج الاقتصادي في الفلاحة وفي الصناعة وفي الخدمات. هذا الشيء الوحيد، وهو بناء المؤسسة الاقتصادية للوصول إلى 2 مليون مؤسسة اقتصادية من أجل التحرر من التبع الاقتصاد. هذا يتطلب حكم راشد، هذا التحدي السوري، هذا يتطلب حكم راشد. يعني الاقتصاد المبني على الريع ليس كالاقتصاد المبني على الإنتاج. كيف ممكن دكتور عبد الرزاق؟ دكتور عبد الرزاق، يعني سؤال أخير يعني بإيجاز، كيف ممكن أن تنتقل الجزائر إلى هذه المرحلة التي تتحدث عنها أنت؟ بكل تأكيد هي نحن نحتاج إلى مرحلة حاسمة، مرحلة صعبة تتخذ فيها قرارات اقتصادية كبيرة جدا، وهذه المرحلة تاع 5 سنوات لا يمكن المرور بسلام إليها إلا من خلال توافق وطني، ولذلك نحن ندعو إلى توافق وطني، إلى نقاش بين كل الشركاء السياسيين والاجتماعيين في الجزائر من أجل الاتفاق على مرحلة توافقية لمدة عهد على الأقل، يتم فيها حماية حكومة من خلال قاعدة سياسية حزبية كبيرة وقاعدة اجتماعية كبيرة من النقابات ومن المجتمع المدني، والانتقال برؤية اقتصادية واضحة لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال حكم راشد تقلص في هوامش الفساد الى ابعد حدود، يكون في هناك شفافيه، هناك قدره على الرقابه على الشان العام، وفي نفس الوقت كذلك القيام باصلاحات سياسيه. يعني نحن كجزائريين نحن مطالبون بتحقيق التوافق الوطني من اجل الاقتصاد الوطني، والا يعني الكل نفسه فيه. نعم، اشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الرزاق مقري على هذه الإضافات. مقري رئيس حركة مجتمع السلم، كنت ضيفي عبر الهاتف من الجزائر، شكرا مرة أخرى. أستاذ العربي، يعني كثير يقولوا أنه يعني الزيادات في أسعار البترول في الأسواق الدولية 80 إلى 100
لن يحل الإشكاليات الحقيقية للحكومة الجزائرية. هل من إضافات للشيء اللي قاله الدكتور مقري حول هذه النقطة بالذات؟ هذه حقيقة، هذه نقول لك حقيقة، فقط أنت أحيانا يعني تعطي تطرح أجوبة صعبة بزاف، لأن حقيقة هذا هو سؤال، ولكن صعبة باش الوضعية تاع الجزائر باش نقدروا نقولها، يعني سي با فاسيل، تسمى سي با فاسيل في العالم تاع دركا، أنه بالمشاكل اللي عندنا حنا بالمشاكل اللي عندنا نقدروا نلقوا نقولوا زواج اذا كان فريمون ما سي دي بتيكو بشويه بالعقل دو فاسون اسكو الانسان حتى دي سيركل عليه لي طو. هذا هو المشكل تاع الجزائر، سي فريمون انت في كماشه ولازم تفكها على روحك اولا. سيرتينمون 80 دولار ولا 80 دولار ميم اذا كان حسب بلومبرغ الجيري اشيتي سقطت الجزائر الى لا برودكسيون بترولير 900000 باريل ابري 908000 باريل كي وهي ديباسات واحد الوقت 1.3 مليون باريل. دونك لذلك نوعا ما يحبوا لانه ميم اذا كان يكون دولار مش راح يحل مشاكل تاع البلد امبوسيبل. بيتاتر يفار لو سيرت بروجي يعني مجمدين نوعا ما يعطي نفس با لا ميم بريسيون سيرتان، لان الحكومه تقيس بلا بريسيون هذه في ظل عدم الوعي السياسي الكافي والتنظيم السياسي يعني الجيد وعدم الجديه في العمل السياسي وعدم ثاني فكره التوافق وفكره لا ديسيبلين بوليتيك. ما كانش على بالهم بلي راه منديروا فيها حتى شيء. انا نهضر برك راني نهضر درك ومن بعد فافيرسكي يقول لك يهضر برك في المغاربيه وندير صح تعرف عقليتنا احنا حكار ما نسمعوش احنا اون ايكوت با ils vont compenser certainement ils vont aller le gaz de schiste certainement دركا لوبسيون تاع الغاز الصخري اللي لا ويحبوا نوعا ما يجيبوا شكون باش يفيقوا. قلتها انا كتبتها في لوفيتيون بوست، يحبوا يجيبوا اكسون موبيل. اكسون موبيل في جانفي الفارط قدمت دي تكنولوجي تاع السيمون ماجيك نوعا ما لي كولماتي كلش باش ما يروح حتى غاز للماء. دونك ils vont faire déplacer des jeunes من السود ils vont attaquer le gaz de schiste مع اكسون موبيل. اكسون موبيل كانت متغشة منهم قلقة منهم في 2015 جبدوا بها الزربية داروا لها ان كادو سيرتينمون جابوا راحوا شراوا الرافينري في ايطالي باسكو ميم لا رافينري في ايطالي الاخي انا ارجو قضية هذا الرافينري احنا عاملين عليها برنامج خاص يعني ما تفصلش فيها رانا راح نجيبوك ونحكيو فيها بعد. اوكي دونك تهضر لي انا باللي 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 لو بروبليم الجيريان اوسي. قلت لك باللي لو بروبليم الجيريان الي تري كومبلكس الي تري كومبلكس باسكو لو فوندمون لو نوايو لو ميكرو بروسيسور تاع الميكرو اورديناتور تاع الجزائر الميكرو بروسيسور د غاز يعني النواه تاع الدوله، لان الدوله ماشيه في فلسفه اخرى وهو لو توبولي عندك. عندك اولا كنت تتكلم مع الاخ في في في, في طبع الاوراق النقديه اولا لازم نفهموا ثاني باش نتفاهموا ونقولوها انا في المغاربيه اسكو صح هناك اوراق نقديه يروح ويان بريمي ويبعث يروح يجيب لاباط في ديسير من الالمان العجين في العجين النقدي ويان بريمي اسكو سي سا نو بيتاتر سا اسكو سكون ابل كوم لي زونغلي يقولوا ولا لي زامريك يقولوا كوانتيتيف ايزينغ لاسوبليسمون كوانتيتاتيف اسكو سابليك انو قال ما نعطيكش سوارد هاك موسال هاني نمدلك حط روحك مش كموسال يسو بو سا. هذه لازم لها اوسي ان اكسبير في ليزينغ كوانتيتيف ايزينغ باش يفهمنا اسكو صح امبريمير. زيد المشكله اننا حسب لي بيلون اللي عندنا الان الى 2017 تظهر هالناس هذوما كي غير وين هذا وين بداو يخدموا يعني خلاوها داروا سوارد اللي داروا يسي كونستيتي دي فورتون داروا ما داروا والان حابين يخدموا. اسمح لي ولكن في بلد البنك تسمعوني انا نسمعك البنك لوسكو لا بانك اللي اون مارج راهي محايده راهي غمشت من جيستيون دون بارتي نتاع موفمون مونيتير حركه نقديه في البلد. هذا هو المشكل الاساسي والمشكل الاساسي الذي يجعلنا حتى في احصائياتنا رانا ما نقدروش، لان الان عندما تروح تجيب 20 مليار تمبريميها تخلقها بدون مقابل في بلد هو في الحقيقه يصنف حسب البنك الدولي ابارتير دو 2013 في البلد الوسيط السفلي نو سوم ان بي انترميدير انفيريور با سوبيريور، لان المدخول الفردي معدل المدخول الفردي في الجزائر اقل من 4065 دولار. طيب ساعود اليك. طيب ساعود اليك اذا عندك فكره اخرى في سؤال اخير.
أرجو أن تبقى معي أستاذ العربي. ينضم إلي الدكتور أحمد طرطار الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي عبر هاتف من الجزائر. ورحب بك دكتور أحمد طرطار. في خمس دقائق سأتحدث معك في محورين رئيسيين، يعني أولا التعليق حول ما قالته الحكومة من حاجتها إلى طبع مزيد من النقود، هل نحن في وضع عادي يعني حسب برنامج الحكومة اللي قالته يحيى في خمس سنوات ولا يبدو يثير الجدل، هل هذا صحيح؟ نعم، مساء الخير أستاذ صالحي، صحف طولك وصحف جميع المشاهدين، وصيام مقبول إن شاء الله. هو في الحقيقة هل نحن في وضعية مريحة أو في وضع عادي أم لسنا في وضع عادي؟ نعم. من حيث يعني التناغمات الاقتصادية والبيانات أو المعلومات المتاحة فيما يتعلق بتزويد الاقتصاد الوطني بالعملة وغيره وغيره، نحن في الحقيقة رأينا في وضع عادي جدا. لماذا؟ لأننا احنا مبرمجين أمورنا على $50 للبرميل الواحد خلال الميزانية الأولية هذه. الميزانية الأولية هذه ما زالت لم تستكمل 6 شهور الأولى، يعني نصف السنة، وبدينا نفكر في ميزانية إضافية واللي هي المفروض تكون استثنائية وليس ميزانية اعتباطية. والبرميل اللي هو مقرر له $50 الآن يصل إلى $80، وبالتالي هناك يعني نوع من الفائض الإيجابي بالنسبة للاقتصاد الوطني. كذلك الهيئات الحكومية اللي هي بدأت من جويلية الماضي إلى يوم الناس هذا فيما يتعلق بالاستيراد، كبحت عملية الاستيراد صح عندها تأثيرات سلبية على السعر وعندها تأثيرات سلبية على تواجد المنتوج في السوق وعلى تناغم قوى السوق يعني بصورة غير تلقائية، يعني الاحتكار وغيره، لكن في ذات الحين أنها كبحت نوع من التفويت في العملة الصعبة لتتويج تلك الاستيرادات، وبالتالي المفروض يكون الاقتصاد في وضعية عادية ومريحة. لكن لا أدري لماذا هذا التخويف وهذا التهويل اللي كل خطرة يخرج لدينا السيد رئيس الحكومة من حين لآخر، مرة يطمئن ومرة ينفر. ربما هذا داخل في سياسة يعني التحضير نقدر نقول النفسي للمواطن للمواعيد الانتخابية القادمة، وهذا ما ليس ببعيد على يعني دواليب النظام، ستعرف أكثر مني في هذا الأمر. وبالتالي احنا نقول أنه ما كانش فقط التأثير السلبي اللي هو موجود من خلال تطبيق سياسات الحكومة فيما يتعلق بالواقع المعيش مثلا، اللي هو أدى إلى تدني القدرة الشرائية للمواطن نتيجة الارتفاع المضطرد للأسعار في السوق، لا سيما بعد التخبط الكبير في تفعيل سياسات الاستيراد منذ جويلية 2017 إلى الآن، الانخفاض المستمر في قيمة العملة الوطنية اللي هو الدينار نتيجة التمويل غير التقليدي والضخ المستمر للنقود في الخزينة العمومية دون ما يقابلها من الإنتاج، واللي كان مقرر كما كنا نعرف أستاذ إذا قسنا في حصة سابقة 670 مليار الآن يتحول إلى 2200 مليار، يعني ما يعادل 20 مليار دولار. والآن هم بصدد الحديث إلى إعادة طبع يعني شبه كمية أخرى. لا، لكن هناك نقطة أخرى دكتور دكتور أحمد، يعني كان معايا عبد الرزاق مقري وأستاذ العربي زويمية وأيضا الأستاذ حميد مختص، أستاذ مختص في الاقتصاد أستاذ جامعي. الآن كل متفق أنه حتى أسعار البترول لو زادت عن $100 للبرميل لن تحل المشكلات في النهاية، يعني راح يكونوا ديبتيرومات، يعني ليس إلا. هل توافق هذا الرأي؟ أكيد. لماذا؟ لأنه نتكلم على نجاعة التسيير أستاذ صالحي، لأنه كان أنت ما عندكش نجاعة في التسيير وما عندكش شفافية في صرف المال العام والتصرف في المال العام وما عندكش حكامة بما يؤدي إلى كبح هذا الصرف المفرط وترشيد النفقات وغيره من الأشياء، يوفر لك حتى $120، ربما يوصل حتى $140 كما سبق في أزمنة سابقة، لكن لا يؤدي إلى النتيجة. لماذا؟ لأنه لا تذهب الأموال المستدرة أو المدارة من قبل الدولة إلى مواضعها الحقيقية. نعم، يعني في منهجية منهجية اقتصادية علمية. نعم ثم أنها تدار بشكل غير طبيعي، يعني أن يتم تهريبها، يتم تفعيلها في منشآت غير ذات بال، غير ذات أهمية، وعندئذ
ما يكونش عندها تأثير إيجابي على التنمية، ويعني والرفع من مستوى النمو صحيح. إلى ما هو مستهدف، وعندئذ تكون شبه نبع من السياسات الخرقاء التي لا تؤدي إلى نتيجة والتي لا تمكن البلد من التقدم إلى علم. نعم واضح. أشكرك جزيل الشكر الدكتور أحمد طرطار على هذه الإضافة، الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، كنت ضيفنا عبر هاتف من الجزائر. أبقى في الجزائر، وينضم إلي الخبير الاقتصادي أيضا الأستاذ نبيل جمعة. أستاذ نبيل، يعني 4 دقائق لم يبقى لي الوقت الكثير، لكن أريد منك تعليق حول هاتين النقطتين، يعني التجاء الحكومة إلى هذه المشاريع القوانين التكميلية لميزانية الحكومة، ذهابها إلى أو توجهها إلى طبع المزيد من النقود، والحديث على أنه حتى لو بلغت أسعار البترول 140 أو 150 دولار للبرميل فلن يحل مشاكل الجزائر الاقتصادية. ما تعليق حول هذين النقطتين؟ بالنسبة نعم أستاذ نبيل. نعم أسمعك أسمعك. أنا أسمع. نعم بالنسبة السلام عليكم وصحة رمضانكم. صحيح. بالنسبة للسعر لو كان يلحق 140 دولار وما تحلش المشاكل الاقتصادية، لماذا؟ نعم. لأن في الجزائر عندنا مشكلة استشراف اقتصادي وغياب الذكاء الاقتصادي. رغم كون الجزائر الإحصائيات الأخيرة اللي تعملت في بالساتيليت يقول لك باللي الجزائر عندها مخزون تاع المواد الأولية فوق 23 تريليون دولار. لكن احنا نشوفوا الاستثمارات اليوم من 2015 إلى يومنا هذا، كل استثمارات الجزائر غير مربحة. رانا ناكلوا في الاحتياط الجزائري من 200 مليار دولار، اليوم رانا في 97 وراح يزيد ينقص. ونشوفوا باللي الاقتصاد الجزائري غير أصبح ما عندوش مردودية. لماذا؟ لأن الحوكمة والاستشراف غائبين في الاقتصاد الجزائري. حتى المشاريع الاستشرافية غائبة. لهذا احنا راح لو نستثمروا الملايير، لو ندخلوا 500 مليار دولار ما راح ندخلوا أرباح. لماذا؟ لأن الاستثمارات لازم لها 5 سنوات 10 سنوات في المدى المتوسط والمدى البعيد باش يدخلوا لك مردودية. اليوم رانا نشوفوا ما 2015 يومنا هذا استثمارات كبيرة ديرها الدولة، لكن المردودية غائبة. ما كاش مردودية، وخاصة بعد ما لاحظنا باللي نقص في إنتاج تاع البترول 6% في 2018، هذا راح يؤدي بالخزينة إلى طبع النقود مجددا. لأن اليوم نشوفوا باللي ما عندناش حوكمة في التسيير، ما عندناش بالنسبة لكي تشوف قانون المالية التكميلي، تشوف اليوم يدخلوا يجيبوا نظام فرنسي في الميزانية يدخلوه باش تسيير المشاريع وتسيير المهمات. لأن اليوم نشوفوا باللي الأموال تستثمر لكن ما كاش الرقابة، ما كاش الحوكمة، ما كاش الاتفاق. جميل. كل اللي رانا نرمو الماء في الدين. شكرا لك أستاذ نبيل جمعة الخبير الاقتصادي، كنت ضيفا عبر هاتف من الجزائر. أختي معك أستاذ عربي حول هذه الفكرة، يعني في النهاية يجب أن نطرح سؤال، يعني راح تقول لي راح تعاود لي السؤال أكثر من مرة مثل ما قال لي أيضا ضيوف آخرين، لكن فعلا إعادة السؤال لأن المشكل مازال باقي. يعني الكل يتحدث عن الحوكمة ويتحدث عن أنه هذا المشكل الاقتصادي مرتبط بإشكاليات أخرى، وأنا أعيد طرح السؤال، هل ممكن أن نحل هذه الإشكاليات الاقتصادية قبل أن نحل إشكاليات السياسية في البلاد؟ لا فقط نقطة. نعم. واحدة ونتمنى ترجعوا لها مرة في برنامج، هذه قضية الخشب هذه اللي دخلقتها الحكومة في الدول البيجي، قال نبني أنا ميزانية على أساس 50 دولار السعر، هذه هي لغة الخشب، هذه نهار نرجعوا لها إن شاء الله. ونورا لو طون دي بريباري باسكو على بالك
الانسان عنده مشاغل دونك لي انفورمي جوست ويجي ياسي بور اكزاكتومون بور فوار لا سيتياسيون كاتون لو غوفرنمون من 50 دولار ماشي هو قداش لا كونتيتي قداش لا كونتيتي تاع الغاز قداش الجبايه اللي جايه كيما هكا يو فونكسيون دو لا كونتيتي بيان سور 50 دولار اذا كان بعتي ترى يطرى واحده 50 دولار هاو البيجي مشكل جوستومون هذه هي الوضعيه لازم نذكر باش نشوفوا الفرق ما معنى ننتظر 50 دولار جبايه بتروليه على اساس 50 دولار سي كوا لا كونتيتي واذا كان فقط زواج ولكن الشيء اللي تطرحه جوهري والناس كل تقولها لان فقط لا فيلوزوفي تاع الدوله الان فقط راهو في الدار نتاعو كل مره يبدل لا طابل ساعه يمد التلفزيون من ساعه لا طابل من هنا ساعه لا تريك من هنا ساعه لا تريك من هنا ساعه لا تريك il se peut que j'ai tout soir شويه il va à peu près alléger نوعا ما il y a des services à combler certainement راح يشري دي سكانر اخرين il va gérer الشيء اللي نزعوا للجزائريين نوعا ما ينجزوا ولكن في الديناميكية تاع مداخيل الدولة التي سجلت من بداية 2002 خاصة 2001-2002 عندما جاء الجمهوريون وأحدثوا انفيابر في البترول والصين طلعت كمستهلك كبير هي والهند دونك وقعت انفيابر لا فيابر ايو دي ريبركيسيون على البري والبري طلع وكل أن انفيسي حتى اللي بترولير تجيك الآن احنا في مشكل نتاع ليبي دو داموكليس هذا سيف داموكليس نتاع الغاز دو شيست حظرفيا هي وضعيه جيو استراتيجيه ولكن سنرجع الى اسعار لا نتخيلها وقلناها قبل لذلك ان المشكل الاساسي في البلد هذايا هذه البلد هذا من الديماراج نتاعو ديجا ما عرفش الزواج احنا نقول باللي كان عنده بوكو داني كان عنده بوكو داني بور ريغلي لو بروبليم السيد اللي معاه اللي كنت تهضر معاه دركا قال لك حنا عندنا ثروات من جيني اوكي بيتاتر سي 3000 مليار دو كورتيفيكاسيون مي انت يا باش تبيع البوكسيت راح تبيعه درك باش تبيع الزنك راح تبيعه درك انت تزاحم هل تزاحم انت يا سمو روح شوف عندك في لندن او عندك في لندن لا بورس دي ميتو قداش يسوى الحديد والزنك وديك شكون هما اللي مسيطرين على العالم هل تظن انت سهل باش انت تزحف على النسيج الصيني هل تظن بالسهل باش تزحف على الحديد والصلب الصيني هي اي اوروبا قفلت المانيا قفلت لذلك ادي مومون تتاحو الدول هي فرص الدول هي فرص صحيح عندما تاتيك فرص متتالية على الأقل سورتو 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 اللي كنا نبدو به سي سكو نابيل لا كولوكاليزاسيون على الأقل نخلق البنوك نحل مشكل البنوك منذ البداية حتى اللي يحب يستثمر عنده لو بري كوميرسيال وعلى الأقل نعاون الناس باش تجيب دي كومباني اي دي نون سي اون با في سيمنز عندنا وماشي لنا ستيفان وبالأرتور مارتان تو سا لي نو كنا نجيبوها ونحلو بالعقل سي ني با زو بروسيسيس هذا تاع دركا البروسيسيس راح نحلو المشاكل هذوك هذا خشب وهذا كذب قاعدين نعم. يكذبوا فيه كل يوم على الجزائريين اشكرك جزيل الشكر يعني على هذه المشاركه على الاضافات النوعيه الاستاذ عربي زويميه الاعلامي والمحلل السياسي كنت ضيفي عبر خدمه سكايب من كندا سحفطورك سحفطور كل الضيوف بتاعنا سحفطوركم مشاهدي الأعزاء أشكركم على حسن المتابعة ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة من برامج قناة المغاربية إلى ذلكم الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.